رجل الأمن في المجتمع موجود لحفظ أمن الأفراد والمجتمع من خلال آداء عمله وتنفيذ القوانين. رجل الأمن هو فرد من المجتمع حال حالنا، عند عائلة وأهلنا، منا وفينا، وله وظيفة يؤديها. تخيلوا حياتنا من غيره، شوارعنا بتكون غير منتظمة وغير آمنة، والحق ضايع والفوضى بتشيع في المجتمع. رجل الأمن عند المعرفة والخبرة الكافية لخدمة المجتمع في المجال الأمني، واحترامه من احترام مجتمعنا وبلدنا. كويتنا سالمة بأمنها.